أيكم؟ اندومي. أولاً الاندومي مليء بالصوديوم كما هو يشكل خطر على كلية الطفل. ثانياً الاندومي يسبب السمنة كما يرفع مستوى السكر بالدم. ثالثاً الاندومي غير مفيد للصحة. ورابعاً توفي بطل مريض اندومي. يلا رجعوه لأبو المحل، وإذا قال لكم ليش رجعتوه قولوا له أم ما تقبل، لأن الاندومي مضر للصحة. يلا حبيبيني خوش. مديحة الأم الفاشلة. الأم الفاشلة تهز العالم استغراباً، وتصريحات في روسيا وكوريا الشمالية مما جعل الرئيس الأمريكي يغادر البيت الأبيض ويتحدث عن الأم الفاشلة. I've said before, Russia will not prevail in this war. Ukraine will prevail in this war. We'll stand with them every single step of the way. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю и то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик. Салам алейкум, азия المشاهدين والان من قلب الحدث. سنوافيكم بالتفاصيل التي حدثت في موقع الجريمة والان معي ابن الجاني يحدثني ماذا جرى في موقع مسرح الجريمة. أول مرة أشوف الأم تأكل الدوم اللي هي ربتنا وقالت لي لا تأكل الدوم وبعد ما عم الله أكبر صايرة دائرة عندك هاي وينك ومرة كبر المطي تأكل الدومي عم صايرة عندك صايرة والله ما صدرك حسن. أنا معكم كاظم جاد من قناة سبيستون العالمية. ليش كليت اندومي؟ سيدي الفضول خلاني أكل اندومي. مش حسيت من كليت اندومي؟ بالبهارات. بس حسيت من كليت اندومي؟ شنو كان شعورك من كليت اندومي؟ ندمان أو لا؟ سيدي والله ندمان، يعني هو شيء ما يسوى الاندومي والله العظيم، بس يعني هيك قلت لك الفضول خلاني أكل الاندومي. وبعدين تندمت يعني وكانت بهاراتها مو طيبة يعني إيه، بس شو أسوي يعني أنا مستحية من كل أم خذلتها وكليت الاندومي. سكوت. حكمت محكمة الأمهات حضوريا على المتهم مديحة فليح معنجر وهو بالحبس الشديد لمدة 7 سنوات بتهمة أكل الاندومي.